متابعين، مع تقريرنا وزمن هو عنوان الأمسية اللي أحيتها فرقة أماكن على خشبة مسرح جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية. الفرقة الموسيقية اللي كانت بقيادة المايسترو أندريه الحاج قدمت مختارات من التراث الشرقي واللبناني الأصيل، وكل التفاصيل بهالتقرير. اهتموا بالغناء والموسيقى التراثية والحديثة، ومزجوا بين الجاز والعربي دون المس بالهوية الموسيقية لأي مقطوعة. هني فرقة أماكن، النموذج غير التقليدي لأي فرقة موسيقية. من على مسرح جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية قدموا أمسية فنية بروحية فيروزية ورحبانية. ما في كتير جروبات موسيقية، يمكن في أوركسترتين كبار، بس لازم يكون في كمان نماذج جروبات صغار، وهذا يعني مفروض يكون موجود. هيدي الفرقة مميزة بأنها عندها أفكار موسيقية متعددة، ونحن شغلين بكتير فرق وبنعرف أنه هالفرقة كتير مميزة. نحن نشتغل تقريبا كل الأنواع، بس أنه فكرة هي أماكن مثل أي مطرح حلو بتعدي فيه، أماكن حلوة يعني تكون بقى على الأساس نشتغل الموسيقى تبعنا، واجتمعنا على هيدا الهدف اللي هي هالأغاني الراقية الحلوة اللي ما بتموت. مسرح جمال عبد الناصر، المسرح التاريخي والعريق، منح فرقة أماكن شرف تقديم أجمل المقطوعات الموسيقية يلي كلها عاطفي وفرح وشجن، بالإضافة إلى أغاني طربية أصيلة ضمن أمسية عنوان زمن ومن تنظيم جامعة بيروت العربية. الجامعة حريصة على انها تقدم انواع الفنون المختلفه لان دي بتدعم العمليه التعليميه. كل سنه بجامعه بيروت العربيه كاجنده ثقافيه بيكون عندنا سيلكشن من الكونسرت، ومن هاي بننطلق للناس الاكاديميين اللي شوي بيشبهونا. هيدا تاني مره بنجيب المايسترو أندريه الحاج، هذيك السنه كان مع الاوركستر، يعني هي كانت موجوده، ودايما في معارض بالجامعه، دايما عم نعمل مسابقه القاء باللغه الفصحى كل سنه بنعملها. على طول بنحرص انه يكون في عنا امسيات ثقافيه بتعزز الموسم الثقافي تبع الجامعه. مشكوره جامعه بيروت العربيه على انه ما عم تكتفي بس ببث القيمه التعليميه والجامعيه ورفع مستوى التعليم الجامعي في لبنان والعالم العربي. مشكوره كثير لانه عم بتكون صرح للابداعات الفنيه والثقافيه. إلى ذاكرة الحضور رجع الزمن إلى أجمل أغاني الماضي، فأعيد إلن الأمل والحياة من جديد. جاء
جامعة بيروت العربية ما عم بتقصر، دائما عم تعمل نشاطات كتير حلوة، وهالأمسيات الغنائية كمان كتير بتذكرنا بأيام زمان. قلنا زمان ما عم نسمعه إلا إذا نحن حطينا السي دي بالبيت أو الكاسات اللي عنا بالبيت. يعني لما نسمعت هال خطوة اليوم كتير شجعت وأنا جيت لأحضرها. يعني نحن معودين هون على الجامعة على طول في عندهم أشياء حلوة بقدموها، واليوم جايين نسمع هذه الأمسية يعني وإن شاء الله كلنا متحمسين لها. الأمسيات الفنية بتضل أفضل وأريح للفكر. بيروت أم الدنيس بهالأمسية حتعطيها أضعاف وأضعاف بالرونة أو الجمال والإشعاع. بظل كل هالأوضاع والظروف اللي عم نمرق فيها ترجع بتحية وبتعطي إنه لا في أمل ببكرة. حلقتنا ومرحب بضيفتنا المخرجة المسرحية لينا أبيض. صباح الخير لينا. صباح النور. وأهلا وسهلا فيك مرة جديدة معنا بالشكر أخبار الصباح. شكرا. كل فترة بنستقبلك تنحكي عن عمل مسرح جديد بيحمل توقيعي يلي. وابتداء من بكرة في عمل مسرح جديد رح تستقبله خشبة نعم. الأروين هول بالأيو نعم. يلي هو نوم الغزلين نعم. مسرحية بتحاكي معاناة الشعب السوري من 5 سنين لهلأ. هلأ فيها نرجع شوي أكتر كمان يعني نرجع. هو الحقيقة هي أنا بتصور المعاناة ما بلشت بس من 5 سنين، بلشت من 40 سنة صح. وما عم نرجع لأربعين سنة، بس بتصور اللي صار اليوم هو كمان نتيجة 40 سنة من نظام كتير قاسي. نعم، خلينا نبلش بالعنوان نوم الغزلان. نعم. نعرف أنه الغزال نومه كتير خفيف، بينام فتح عيونه. مزبوط. انت من اوائل الناس اللي بيعرفوا شو معناتها نوم الغزلان، لانه فعلا انا ما كنت بعرفها هالعباره، وقريتها بنص لسمر يزبك نص رائع. وبعدين لما قريته فكرت دغري انا بالسوريين، لانه فعلا الغزال بينام وقلق لانه خايف، لانه هو قاعد بالغابه، وبالغابه اي شخص مش اي حيوان فيه يفترسه، بقى طول الوقت بيكون نايم وعيونه مفتحين لا دغري ينط. وفكرت بالسوريين، فكرت بالسوريين لعدة مراحل. أول شيء المرحلة الأولى يعني قبل الثورة كانوا هول الناس عايشين، أنا حاسستهم بقلق لأنه على طول معقول يصير شيء، في نظام كتير قاسي وتعسفي. وحاسة أنه حتى اليوم من بعد ما بلشت الثورة واستمدت 5 سنين هلأ حاسستهم بغير نوع قلق، لأنه فلتت الثورة من إيدهم، وهلأ عم يشوفوا عم يجربوا يشوفوا كيف معقول يرجعوا يلقطوا وتشرزموا وتشتتوا. وبذات الوقت اهم شيء هو انه هالثوره ما تفلت من ايدهم عن جديد ما فلتت بعده بلاد. يعني في اساوي لينا، وحتى يمكن بنص سمر يزبك، سمر بتقول ليش هي استعملت عباره نوم الغزلان. نعم. شافت جثه مواطن عينيه شبه مفتوحين. مزبوط. وهيدا الشيء ذكرها بنوم الغزلان. تمام. يعني لهالدرجه في اساوي. في نصوص يمكن كثير انت قريتيها ورح برافق كمان المسرحيه. نعم. القاء للشاعر فرج بيرق دار يلي هو كان سجين طبعا، ويسير الحج صالح يلي مرته معتقلة لأنه هي كمان ناشطة. تمام. ويمكن أساوت هالنصوص هي يلي دفعت فيك أنه كمان تمام تقومي بي. هو مش بس دفعت فيي لأساوت النصوص، بس بعدين بتكتشف أنه في رابط كتير قوي وغريب بين يلي عم يتعرضوا له السوريين اليوم، يلي عاشوا فرج بيرقدار بالسجون السورية تبعية المخابرات، ويلي ياسين حش صالح عم يحس انه مرته عم تعيشه، والعذاب يلي هو عم يعيشه بيعرف انه بعده لهلا على كل حال عم بيكتب عن هالموضوع. كل هالعذابات في صدى بيناتهم كتير قوي، لتشوفي انه السجون مثل الهجرة مثل هالخطف تبع
سميرة الخليل، هو رابط بيناتهم كتير قوي. أوكي. يلي كمان فينا نفسر بطريقة ما أنه على طول الناس بيلوموا السوريين على التهجير يلي عم يعيشوه بطريقة كتير سخيفة في نقول، بس فعلا ساعتها بتفهمي أنه هذا أول شيء مش خيار، يعني الهجرة ما بحيتها خيار، الهجرة الواحد بيضطر يطلع من لجوء. بلده هو لجوء، لأنه فعلا بده ما عنده غير خيار. بقى مهم كتير كان هالرابط بيناتنا، والأساوة النصوص مريعة مريعة فعلا. يعني رح يرافقك فرج بيرقدار والكاتب ياسين الحاج صالح قراءة، بس كيف رح يكون يعني المشهدية؟ نحن شو رح نشوف؟ هلا المشهدية رح يكون هو في كورس، كورس اللاجئين السوريين، وبذات الوقت منهم بيطلع قصص نحن فتشنا عليها بالجرايد وبالدوكيومنتري. هن فعلا لاجئين؟ لا هن مش لاجئين، لا هن تلاميذك بالجامعه؟ في تلاميذ بالجامعه، في ناس اشتغلت معهم من صرني 5 سنين، وما كلهم سوريين، في عنا بس شخصين سوريين والباقيين لبنانيين. فاذا في من جهه الكورس مع 3-4-5 قصص منتبعه من اول المسرحيه لاخر المسرحيه، وعم الصدى تبعهم لهالقصص هن فرج بيرقدار وياسين حش صالح. اوكي. اخترت تقسيم المسرحيه الى 5 لوحات. نعم. يعني عاده منتابع عمل متكامل او نعم. بيكون في انتراكت. نعم. هالخمس لوحات اول شيء شو بترمز كل لوحة، وكيف بيتم الانتقال من لوحة إلى لوحة؟ طبعاً. هلأ شوفي، عادة الواحد ببلش مسرحية من الأول، ما هيك؟ من الأول وبتخلص بمحل. نحن بلشينا من 2016، بلشينا بألمانيا. من ألمانيا ناس شباب قاعدين عم يحكوا، كل واحد بخبر قصة، وبنرجع لورا. يعني منبلش بألمانيا، بنرجع لسوريا. تنتهي بسوريا، بس بنرجع على طريق النمل اللي بسموها طريق النمل، اللي هي كل مشوارهم من اليونان لحديت ألمانيا بيسموها طريق النمل، لأن بيمشوا وراء بعض بيزيح بخط كتير معين. بعدين بنرجع على البحر من تركيا على اليونان، بعدين بنرجع على الكامبيت السورية التركية اللبنانية، بعدين بنرجع على سوريا. وهي فكرتي كلها أنه نرجع بهالخط هيدا، لنرجع على الشغلة الأساسية، كيف بلشت هالثورة. بلشت هالثورة بكلمتين، أول وحدة حرية حرية، تاني وحدة سلمية سلمية. يعني لو صار، يعني ما في واحد يتصور انه الناس بلشوا بمظاهرات سلمية مطالبة بحرية وبيخلصوا مهجرين. 5 ملايين سوري مهجر بالعالم كله، شغلة مريعة، شغلة فعلا مريعة. وفرج بيرقدار عنده نص رائع عن شخص توقف بالسجون، هو تعرف عليه، كان اسمه مازن أبو الحلم. مازن أبو الحلم حلم بإنقلاب، بشغلة ضبابية مش واضحة كتير منيح، وخبر هالقصة لصديقه. هلأ صديقه توقف وصار يعذبوه، وصديقه مش عارف كيف يخلص من هالعذاب وكيف يخلص من هالناس. عطيهم اسمه لمازن، لقطوه لأنه حلم بالإنقلاب. حلم بالإنقلاب. حتى ما سألوه أي شيء، قالوا له بكرة نحن نكتشف أنت بأي حزب وشو كان نوايك. بيقول فرج بيرقدار: فهل أقول لكم تصبحون بلا أحلى؟ بقى هيدي حتى الأحلام عم يسرقون إياها، حتى الأحلام ممنوعة، وأحلام بطريقة بسيطة وأساسية. يعني شو عم يطلبوا؟ عم يطلبوا كانوا حرية، عم يطلبوا بطريقة سلمية، وما كانوا عم يطلبوا أبدا لا بإنقلاب ولا بأي شغلة من هالنوع. وبيصيروا هلأ 5 ملايين سوري مشردين بالعالم. هالمصايب اللي شفناها نحنا، ونحنا رجعنا فعلا تمعنا بطريقة كتير كتير دقيقة بقصص السوريين، شيء مريع. شو لمستي وقت عم تقولي هلأ تمعنا بالقصص السورية؟ شو شفتي؟ يعني أول شيء شفنا أسى فظيع، أسى فظيع. يعني أنا كنت تعرفت على ست، عم قلها أنه هيك بالغلط، يعني عم قلها أنه أنا سمعتها سورية، قلت لها بتعرفي أنا عم حضر مسرحية هلأ عن السوريين، عن الشقاء السوري. قلت لي لا بترجيكي سميها عن الذل السوري. يعني تصوري الست لا بتعرفني عم تقلي ان احنا عم نعيش بذل هلا. والقصص فظيعه، يعني من الناس اللي فعلا ركضوا من محل لمحل وبعدين صاروا بلا اولادهم. مثلا الان الكردي تناولتوه بالمحطه اللي كان بالبحر؟ هيدا الوحيد اللي ما تناولناه.
لانه كل الناس تعرف قصته، كل الناس عم بتضوي على قصص هلا تناولنا قصص اولاد غرقوا، لانه فعلا في شريحه كثير كبيره من الاولاد اللي هن عم يروحوا من البحر وعم يغرقوا، لانه بتعرفي لما بتطبشي بالمي اوقات بتفلت ولد. يعني في قصه ولد وبارحة عم خبرها الصحفيه قصه ولد نحن تبعنا قصته، هي عطتني قصه ثانيه اروع بعد من القصه اللي انا عم خبرها. يعني قصص مروعه مخيفه. لينا نحن كمان كلبنانيه عشنا هالذل وهالاسى كله طبعا، وقديش هيدا الشيء من خلال انت تجربتك كلبنانيه عم بتجربي كمان هيدا الشيء، يمكن ما بعرف عم بيساعدك تنقلي من خلال التجربه تنقلي المعاناه السوريه. بس بتصور هيدي الشغله كثير مهمه، يعني على طول الناس لما هلا بحكي انه عم نحضر مسرحيه عن السوريين بتعرفي شو بيعملوا؟ افت عملها عن اللبنانية. إيه إنه عملي دغري عن اللبنانية. أول شيء أنا عملت عن اللبنانية، مش إنه ما عملت، عملت عن اللبنانية. بس لما الواحد بيخبر، بتعرفي بلشنا هذيك مرة عم نحكي مع الممثلين عم قلهم نحن بلشنا المسرحية عن الشقاء السوري والذل السوري، بس بعدين هنو عم يمثلوا، قلت لهم بس أنا شايفة حالي بهالقصص. والشاب الأرمني اللي كان واقف معنا عم يشتغل معنا قال بس هيدي قصة الأرمن كمان. وواحد عراقي قالنا بس هيدي قصتي كمان. عرفت كيف؟ بقى بتبلش بقصة، معلش إذا قصة سورية وبعدين بتفتح في نقاط كتير كبيرة، في نقاط كتير مهمة. وبعدين بتصور مهم، بس دقيقة، بتصور كتير مهم واحد يعرف إنه ما لازم نكون لهالدرجة عنصريين. يعني مش معقول واحد يكون عنصري لقصة ناس عم ينزلوا، يعني هيدا ما خيار. نرجع على ذات القصة، ما خيار. يعني ما حدا بيقبل يطلع من بلده من وطنه بخيار ما. في واحد من الشخصيات اللي نحن قرينا عنها بيقول لما الواحد بيطلع من الوطن شو بيعود عن الوطن. طب هلأ من اليوم بلش تنفيذ، يعني بأوروبا عم بيرجعوا يرجعوا هاللاجئين السوريين عبر تركيا، هيدا الموضوع كمان قديه بيرجع بيعكس السقوة على الأشخاص يلي اختاروا انه يهربوا من سوريا وهلأ هن امام خيار انه بدهم يرجعوا. مش بس اختاروا ليطلعوا لهون، اول شيء بيكونوا باعوا بيوتهم، اوقات رزقهم، اوقات وقفوا شغلهم، اوقات ما بقى عندهم شغل، ما بقى عندهم شيء. يعني بيكونوا حطوا كل مصرياتهم وكل امالهم اللي هو اهم من المصاري، كل امالهم بيكونوا واقفين على الحدود. يعني بتصور، ما بتصور فيني تخيل شو هو هالنوع الأسى والزعل، انه واحد فشخة عن اوروبا، فشخة عن الحلم وما في يوصلوا لهالحلم. وبعدين فعلا اللي كتير حلو بهالسوريين او نحن اللي قرينا عنهم، كلهم عم يفكروا بولادهم، كلهم عارفين انه الجيل القادم هو جيل رح يدفع ثمن كتير غالي لهالتهجير ولهالتغريب ولهال، بقى بتحسي عندهم والشغف ما بقى لهم بس، الشغف لكمان لهالولاد اللي طالعين، للي ملايين من الولاد اللي عم تطلعوا بلا درس وبلا تعليم. يعني في شريحة كتير كبيرة رح تروح ضحية حتى مش هلأ بس ضحية المقبلة. يعني في حتى يعني عم نشوف النساء هن عم بيكونوا ضحية. يعني من كم يوم تم تفكيك أكبر خلية لتهريب البشر، هالسيدات 75 سيدة تم توقيفهم، كانوا عم بينجبروا يعملوا يعني طبعًا. بعض الأشياء أكيد اللي هن ولا ممكن يفكروا، فيها بس مجبورين، لانه هذا الخيار الوحيد. يعني في اوقات الناس عم تنحط بقدام خيار واحد يلي هو منه خيار، هو منه خيار، هو اجباري، والا ما فيهم ليدفعوا يلي لازم يدفعوه لاولادهم للاطباء. على كل حال عرضت موضوع تعنيف المراه بهيدا مش فيلم مصري. نعم. يمكن هلا كمان بعد يكون في جزء ثاني مثل ما هلا كنت عم تقول بيارات عن شعرفك. فظيعة في مرة لوحدة يلي من كذا سنة كان مع جوليا قصار كمان عرضتيها بمسرح بيروت. مظبوط، بتذكر المسرحية وبحب كثير اعمالك لينا. شكرا. هيدا مش فيلم مصري، هيدا مش فيلم مصري قريبا، لانه فعلا فعلا طلع مظبوط، لانه التعنيف هو متواصل مع الاسف الشديد. يعني انه ما عم يكون في دراسة مظبوطة وردة فعل مظبوطة من الدولة مشان يتوقف او يتعاقب الشخص يلي عم يعنف. أوكي. خلينا نرجع للمسرحيه. نعم. قلت انه البدايه بتكون من المانيا. نعم. ترجع بالمشهديه للسنين لو اولا الحوادث لورا. نعم. بتكون من المانيا بعدين. نعم. وين بتصير بعدين؟ بنصير على البحر؟ لا او طريق النمل. طريق النمل يلي هو مشوار كتير طويل، يونان مقدونيا، يونان مقدونيا، هنغاريا، نمسا، ألمانيا. بس أوقات في ناس مثلا راحوا طلعوا من بيروت راحوا على ليبيا، من ليبيا نزلوا على موريتانيا، موريتانيا رجعوا طلعوا على البحر، من البحر راحوا على مالطا، من مالطا راحوا على إيطاليا. ألمانيا. أنا اخترت ألمانيا لأن أكترية الناس بتروح على ألمانيا، أكترية الشباب والعيال بتروح على ألمانيا، لأنه طبعا نحن بنعرف أنه ألمانيا كانت مستعدة تستقبل كل هاللاجئين، وعندها سيستم كتير قوي. يعني هيدي هي
كمان عم نشوف نحن بعض المشاهد من المظاهرات السلميه يلي اول شيء بلشت بال 2011 هولي بمدينه حماة السوريه. شو كانوا حلوين هالمظاهرات وعم نشوف فعلا الطابع السلمي الموجود فيهم. لينا المسرحيه اول شيء بلشت كورشه عمل، يعني نحن بنعرف مسرحيات دغري بنبلش فيه نصوص بروفيت بنبلش، انت اخترت تبلشيها كورشه عمل، ليش؟ لانه اول شيء ورشه عمل حملت اسم نوم الغزلان. نعم، لان اول شيء كان جابي هلا شوفي في كتب مكتوبين رائعين عن هالفتره، يعني فعلا نحن قرينا نصوص وقرينا نصوص كثير كثير حلوه، بس كان جاي على بالي انا ارجع اكتشف هيدا الموضوع، انا غوص فيه، انا غوص فيه مع هيدا ونرجع، يعني حسب انا افكاري شو جاي على بالي كان، لان كان جاي على بالي ركز على فكره حريه حريه سلميه سلميه، يعني نرجع على هالموضوع الاساسي ونرجع نركز ونضوي انه هيدا هي كانت المطالب الاساسيه بالاول. بقى ورشه العمل قرينا كثير، تفرجنا على كثير دوكيومنتري، بكينا كثير، لازم اقول لك هيدا من الاشياء اللي كانت مريعه بهالمسرحيه، لانه وبعدنا يعني امبارحه عشيه كنا عم نعمل تمرين ورجعنا تأثرنا عن جديد عن كل هالقصص، لانه بعدين لما بترجع تتذكري انه هول القصص مش مخترعين، هيدي ما حدا اخترعهم، هيدي قصص نحن قريناهم ناس عاشوهم، بقى فيها شغله مريعه هالقصه. وانا صرت كثير بحب قصه هاد المسرح الوثائقي، يعني المسرح مثل هيدا مش في المصري مثل لا اذا يكفينا علي، يعني عم نشتغل مع ناس عاشوا تجربه وعم يشاركونا هالتجربه، نحن بنرجع بنشاركها مع الجمهور. هيدي شغلة كتير ممتعة بالنسبة لإلي، صعب كتير لأنه على طول في قلق وما بنعرف وين رايحين، وبلشت المسرحية بمحل بس كثير عم يدقرنا هيدا الموضوع طبعاً. إذا الشيء هالقد شخصي، يعني شفنا بألاقي زيك فاني علي يمكن من أجمل العمل الأعمال المسرحية اللي شفناها، عم نحكي عن الثورة السورية اللي بدأت سلمية، خلينا نسمع شوي من الأجواء ونرجع. سوريا بدا سوريا بدا وتكرم عينك يا عرب ثورتنا ثورة سلمية سوريا بدا سوريا بدا وحيوا قبطوس الشجعان وحيوا على الملكية سوريا بدا سوريا بدا وتكرم عينك يا عرب ثورتنا ثورة سلمية سوريا بدا سوريا بدا ومنور على حدود الدير وشامل العدية سوريا بدا سوريا بدا وحيوا أهل العشاير والدرع على العدية سوريا بدا سوريا بدا وإسلام ومسيحية ترزية وكردية سوريا بدا سوريا بدا وحيوا الكسر والفن وحيوا حمص العدية سوريا بدا سوريا بدا مكتوب على علمنا بشار خير وطننا لينا انت تربتي كمان علاقه قويه بسوريا، انت كنت دائما تطلعي لفوق، كنت تتابعي كل الاعمال الفنيه والمسرحيه اللي عم بتصير فوق، امتى اخر مره طلعتي؟ يعني بنرجع ل 2011 كانت اخر مره طلعت، كانت اوريدي انطلقت الثوره؟ لا كانت بعد ما انطلقت الثوره، بس كان بلشنا غريب كثير لانه حسيت انا بال 2011 انه كانت دمشق على القليله كثير قريبه من اجواء بيروت بال 1975، حسيت في شيء غريب كثير، بس كان مشوار رائع، كان وقتها في هيك مثل بوم فظيع بدمشق، كان في اجانب كثير، كان في حركه فنيه كثير قويه، كان في حركه ادبيه كثير قويه، مسرحيه، ناس بالشوارع، كان في ريحه كثير حلوه. كنت عم بسالك تحت الهوا رح نشوف نحن مشاهد بنوم الغزلان، يعني بألاقي زيك فني علي مع الممثله رائده طه، كانت هي الوحيده اللي مستحوذه على كل المسرح. لا هون في 19 ممثل، بقى هون الفكره كمان من 19 اذا اكثر بصور 20 او 21 ممثل، في فعلا المجموعه، وكان كثير مهم بالنسبه لي يكون في كورس، يعني الكورس لانه كميه الناس اللي عم تهاجر وكميه الناس كان لازم ترجع كمان تتصور بالمسرح، بقى في 19 كورس وفي فرج رقدار وياسين حش صالح. هو الحقيقه نحن اخترعنا شيء مع ياسين حش صالح، انا لما رجعت اتصلت فيه لاساله اذا فيني استعمل فيسبوك بوست، قلت له انا بدي احلم، ما زال عم نحلم بهالمسرحيه، عم نحلم انه سميره الخليل ظهرت ورجعت وهي عم تقرا، هي زوجته وهي عم تقرا الفيسبوك بوست اللي زوجها كتب لي اياهم، بقى غيرنا شوي، سو مش ياسين حش صالح يلي عم يقرا، مثل شو كان كاتب لها من خلال صوته؟ باشياء رائعه، يعني بيكتب لها من انه عم يطبخ كل يوم، عم يطبخ مجدره، صاروا يسموها الشباب مجدره الثوره،
بيخبرها كل شيء بيعمل بالنهار، بيخبرها انه هو طول النهار بيحكيها، وبفضل يكون قاعد لحاله. لما بكون قاعد لحاله بيحكيها طول الوقت، اوقات لما بينزل بيتمشى بشوارع اسطنبول بيحكيها، بخبرها عن اشياء، بخبرها عن اسطنبول، بخبرها عن اصحابه، بخبرها عن الهدايا اللي بيجوها كل يوم. في ناس بيجيبوا لها هدايا، بيجيب لها زهور، على عيدها جاب لها نرجس لانه هي بتحب النرجس، حط لها النرجس بالمزهريه وقال لها انه بتمنى يكون العطر واصل لك. اوكي، وانت عم تعمل انه هي اللي عم تقرا؟ انا تصورت انه سميره الخليل رجعوها، وانه هي عم تقرا الفيسبوك بوست اللي زوجها كتب لي اياهم. يعني كان جعبالي اسمع او اتصور انه فينا نسمع سميره الخليل. رح بيكون في بروجكشن، رح بيكون في ديكور معين. في ديكور كثير معين، في ديكور كثير معين، مشهد لمشهد، من لوحه للوحه. نحن بنبلش بالمانيا، بالمانيا مبلشين بسوبر ماركت، كل واحد واقف على بعد 50 سنتي من الثاني، لانه بتعرف الالمان كثير هيدا. وبذات الوقت في شباب عم يحكوا عن تجربتهم هن بالمانيا، يعني في اللاجئ الفلسطيني السوري يلي واصل على المانيا بسوره وما عم تزبط، في البنت اللي بي عم يتلفن لها من سوريا عم يقول لها شو عم تحطي على الفيسبوك بوست، انا شايفك مزلط ولابسه شورتات، انه هيدا شيء ما بينطق. بقى في كل السوبر ماركت، بعدين في طريق النمل يلي فعلا نحن عاملينها هيدي ورا طريق النمل، وهي يحيى هيدي طريق النمل. بعدين بنرجع على البحر، على دنجي غريبه عجيبه اللي بيقلبوا بالبحر وبيموتوا بالبحر او بيعيشوا بالبحر. بنرجع على الكامبيت السوريه السوريه اللبنانيه مع الختام على طاوله العشاء بسوريا. تمام، الختام على طاوله عشاء كبيره عم يغنوا، بعدين بيسمعوا حريه وسلميه وبيقلبوا طاوله الاكل وبتبلش الثوره. نحن رح على امل تضل الثوره. نحن رح نشوف هلا بعض المشاهد من العمل الاقي زيك فين يا علي مع الممثله رائده طه. رح نشوف بعض المشاهد هلا. العمل كان بال 2015 بدايه 2015. نعم، بس بعد هلا عم نبربح. بلشتوا على ايوب، رحتوا على صيدا، على طرابلس، والمسرحيه بعد عم تبربح. رحنا على لبنان، رحنا يا ريت كان جنبي. بقول من قهري، من وحدتي. شو أكتر مسرحية هيك بالنسبة لإلك هي كتير خاصة؟ رح نرجع نحن نشوف بعض المشاهد. شوفي، ما في مسرحية وحدة خاصة، بس في مشاهد بقلب مسرحية، في محلات بقلب مسرحية بعدني بتذكرها، لأن أنا بنسى المسرحيات اللي بعملهم. يعني مثل شو؟ يعني شو الأكثر شيء؟ مثلا في بمسرحية إلكترا اللي هي كتير قديمة، بمسرحية إلكترا لما بيرجعوا بيرجعوا لها كيف بيقولوا جثة خيا بس محروقة، شو بيقولوا؟ الأورن، يعني هيدا بتحطها إلكترا على راسها. الرماد. الرماد، إيه، بيرجعوا لها إياها، بس هو هيدي كذبه طبعا، بيرجعوا لها رميد بتحطه على راسها وبتحط هيك شرشف ابيض، يعني بذات وقت هي عم تعزي حالها وبذات وقت عم ترقص وتتجوز خيها بطريقه كثير طبعا رمزيه. بألاقي زيك فين يا علي. بألاقي زيك فين يا علي، بتصور لما العمه بتندب خيها، بتصور هيدا من المشاهد اللي كثير كثير بياثروا فيي. باخر العمل؟ باخر العمل، ايه ايه، باخر العمل انا بتصور هيدا مشهد كثير كثير بياثر. بقى كل وحده في محلات بتاثر فيي. قلتي بألاقي زيك فني علي هلا بتكون ترجع وتبرمو فيها. نعم. إيه إيه. خلينا قبل نسمع شوي من الصوت هلا. نرجع بنحكي عن التفاصيل. ما كان عزيزا على قلوبهم. قالت لي ماشيه جنبها عمتي عبله. فجأة أغمى عليها وهي مغمى عليها، سمعتهم بيقولوا إنه التابوتين فاضيين وهي مغمى عليها، سمعت صوت هتافاتهم. اوكي، كنت عم تقولي لنا هلا رح ترجع عم تحضري كمان هيك عمل جديد. لا مش عمل جديد، نفس العمل رح تبرمي فيه على مصر. ايه، عم نعمل فيه جوله، بعدنا عم نبرم فيه. لوين؟ هلا رايحين على مصر، بعدين رايحين على بيريز، ورايحين على بلجيكا، رايحين على المانيا. بقى هيدا عم يبرم، هيدا ماشي لحاله. ما يمكن هي اكثر مسرحيه معمره، بين لانه مسرحياتك البقيه فعلا
بيبقوا في مسرحيات نيل جوائز تعديهم. ايه بس هو القصه كمان سهوله العمل. يعني هيدي المسرحيه أو شيء شخص لحاله يلي هو كثير هين، يعني بالنسبه لهالمسرحيه 19 ممثل. هلا نحن يعني انتاجيا بس بعرف اذا فينا نوصل على 19 ممثل طريق الحرير بدكم تاخذوا عنهم، بعرف اذا فينا نوصل. يعني بقى مش هيك بتصور كمان، يعني غير انه العمل بتصور كثير جدي ومعمول ومتقن وكل هيدا، بس بتصور كمان امكانيه السفر كثير صعبه لما بتكون المسرحيه صارت اكثر حتى من ممثلين وبتصفي كثير صعب. يعني انا بالنسبه لي الديكتاتور مثلا مع جوليا قصار وعايده صبره من اهم المسرحيات اللي صح. عملتها لانه من اهم الجوائز بس ما قدرنا رجعنا كملنا فيها لانه عايده عندها مشاريع كثير كبيره وجوليا عندها مشغوله كثير، بقى كثير صعب ترجعي شخصين، صعب مستحيل ترجعي تكمشيهم ترجعي تسفريهم. بقى هيدي شغله كثير مهمه أوكي. بالسفر رح نشوف هلا مشهد، بعتقد اختاروا المشهد المناسب. اوكي كنت عم بسألك تحت الهواء اذا عم تحضري معها شيء جديد لرائده طه. ايه عم اقول لك انه عم حضر مع غاده غانم اوبرا بمسرح المدينه عن قصه حب بين مره ورجال. هلا قصه الحب بتبلش المسرحيه، قصه الحب خلصت. غاده غانم اوبرا سينجر ظاهره من حفله الغنى تبعيتها، صديقه وعشيقه بيبعث لها بوكيه زهور كثير كبير منشف انه هو هيدي القصه خلصت بيناتهم. وانا محلله النفس تبعيت غاده غانم بقى بتطلب مني سيشن نص الليل. انت رح بتشارك؟ انا رح شارك على خشبه المسرح. بس عم تبلش بكل الاعمال المسرحيه بالقلب، يعني بالعكس عم تبلش. منيحه اللي فكرت فيها مضبوط. نحن نتشكرك لينا ابيض على وقتك. مسرحية نوم الغزلان بتنطلق العروض بكره بالاورن هول باربع الشهر بكره على الساعه 8:30 المساء لغايه 10 نيسان، كل يوم رح بتكون العروض. تمام. 6 ايام 7 ايام متتاليه. نتشكرك على وقتك مره جديده لينا وكل التوفيق لك ولكل فريق اعمال المسرحيه. نحن حلقتنا لليوم رح نختمها مع التقرير الرياضي. بكره اكيد حلقه جديده على الساعه 7:30، كونوا على الموعد. باي. الكلاسيكو بالإسبانية إل كلاسيكاو لغة كاتالونية إل كلاسيك هي مباراة ديربي في رياضة كرة القدم بين قطبي الكرة الإسبانية نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، وهي إحدى صور التنافس بين أكبر وأهم ناديين في العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة برشلونة المدينتين الأكبر في إسبانيا. تطلق كلمة الكلاسيكو على المباريات اللي بتجمع الفريقين في ضمن منافسات الدوري الإسباني، لكن في الوقت الحاضر أصبحت أي مباراة تجمعهم تعرف باسم الكلاسيكو، سواء أكانت البطولة كأس الملك بإسبانيا أو دوري أبطال أوروبا أو غيره. تمثل هذه المباراة صراع بين أكبر مدينتين في إسبانيا، وفي بعض الأحيان يشار إليه كصراع سياسي بين المدينتين، بين العاصمة مدريد والتي ينظر لها أنها حاملة لواء القومية الإسبانية، وبين مدينة برشلونة حاملة لواء القومية الكتالونية. وهي المباراة الأكثر مشاهدة بالعالم حيث يصل عدد المشاهدين إلى مئات الملايين، ففي المباراة اللي جرت في شهر مارس 2014 وصل عدد المشاهدين إلى 400 مليون مشاهد. فهذا الدربي من أشهر الدربيات بالأوروبا بالعالمية، وهو يمثل صراع بين فريقين حصدوا مجتمعين على 15 بطولة دوري أبطال أوروبا و55 بطولة دوري محلي. يعتبر الناديين من أغنى وأنجح أندية كرة القدم في العالم، فنادي ريال مدريد أكبر نادي من حيث القاعدة الجماهيرية، وذلك بحسب دراسة لجامعة هارفارد عام 2007. أيضا في عام 2007 أجرى مركز البحوث الاجتماعي الإسباني أظهر الاستبيان أنه ريال مدريد مدعوم من 32% من سكان إسبانيا، في حين أنه 25% أبدوا دعم لنادي برشلونة. ووفقا لاستطلاع قامت فيه مؤسسة إيكرفيل في العام 2011 ونشرت في صحيفة آس، أظهر الاستطلاع أن نادي برشلونة هو الفريق الأكثر شعبية في إسبانيا بنسبة 44%، في حين أن ريال مدريد احتل المركز الثاني بنسبة 37%.
وكشف الاستطلاع يلي اجرته وكاله الابحاث الالمانيه الرياضيه بلاس ماركت في عام 2010 انه نادي برشلونه اكثر شعبيه في اوروبا من ريال مدريد، حيث انه نادي برشلونه لديه ما يقرب من 5,708,000 مشجع في جميع انحاء اوروبا، بينما ريال مدريد لديه 3,103,000 مشجعين فقط. وبتحتل جماهير كلا الناديين الطليعه من حيث المتابعه والاعجاب في صفحات الناديين الرسميه في مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وغيرهم، مقارنه بالانديه الاخرى وبواقع 117 مليون متابع ومعجب بالنسبة لصفحات نادي برشلونة الرسمية و108 مليون للصفحات الرسمية لنادي ريال مدريد بحسب إحصائية نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية في أواخر العام 2014. يعتبر ريال مدريد حاليا أغنى نادي في العالم بحسب الميزانية السنوية وأغنى النوادي قيمة، إذ تقدر قيمته بحوالي 104 مليار يورو، وقد حقق أرباح هائلة في سنة 2011 قدرت بحوالي 43.806 ملايين يورو. بحسب تقرير مجلة فوربس المعروف باسم قائمة فوربس لأغنى أندية كرة القدم في العالم، احتل ريال مدريد صدارة قائمة الأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم، حيث بلغت قيمته 3,044 بليون دولار أمريكي، بينما أجى الغريم التقليدي نادي برشلونة حيث تبلغ قيمته 302 بليون دولار أمريكي، وفقا لدراسة استقصائية لأفضل فرق كرة القدم في العالم قامت فيها وكالة باند فاينانس المتخصصة في تقييم العلامات التجارية. احتل ريال مدريد المركز الثالث حيث بلغت قيمة علامته التجارية 482 مليون يورو، بينما احتل نادي برشلونة المركز الرابع بعدما قدرت علامته التجارية ب 444 مليون يورو. أما بالنسبة للإحصائية السنوية المعروفة باسم قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم واللي بتنشرها شركة ديلويت توتش توهامتسو، بلغ قيمة دخل نادي ريال مدريد ما يقارب 51,809 مليون يورو، بينما بلغ دخل نادي برشلونة ما يقارب 48,206,000 يورو، محتلا المركز الثاني خلف نادي ريال مدريد. أما من ناحية عائدات النقل التلفزيوني فإن ريال مدريد وبرشلونة حصلوا على ما يقارب 280 مليون يورو في موسم 2013-2014 مناصفة بينهم ب 140 مليون يورو لكل منهم، من أصل 755 مليون يورو موزع على فرق الدوري الإسباني بالدرجة الأولى. أقيم أول لقاء بين الفريقين بتاريخ 13 أيار مايو 1902 ضمن منافسات كأس كورانسيون بالعاصمة مدريد، وانتهى بفوز نادي برشلونة بنتيجة 3-1، بينما أول لقاء رسمي جمعهم في كأس ملك إسبانيا عام 1916 تحديدا في يوم 26 أذار مارس 1916، وانتهى لصالح نادي برشلونة بنتيجة 3-1، بينما أول مباراة جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري كانت في 17 فبراير 1929 وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1. يمتلك نادي ريال مدريد الرقم الأكبر في عدد مرات الفوز في اللقاءات الرسمية اللي جمعت الفريقين، فتواجه الفريقين في 231 لقاء رسمي، فاز ريال مدريد في 92 لقاء بينما فاز نادي برشلونة في 91 لقاء، وتعادل الفريقين في 48 لقاء، وهم جنبا إلى جنب مع نادي أتلتيكو بلباو الفرق الوحيدة التي لم تهبط إلى الدوري درجة تاني منذ تأسيسها. وللكلاسيكو أسماء عديدة، أهم كلاسيكو الأرض وكلاسيكو الكرة الأرضية. ومن ناحية أخرى يعتبر كل من نادي برشلونة وريال مدريد من الفرق المؤسسة لمجموعة الجي 14 للأندية القيادي الأوروبية التي تم إلغاءها حاليا واستبدلت برابطة الأندية الأوروبية.